يعرف الداتابيس. ولكن اذا كنت حتنزل لك نسخه اوكي نسخه تباع فاكتب لغرض الكتابه ولغرض ترويج هذا الكتيب جوده فيه. ايه طبعا الان احنا وصلنا الى 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 زي ما تقول الى الى فتره ممتاز. انت مش محتاج انك تسوي لك كتاب عشان تنشر ما تكتب. منصات التواصل الاجتماعي موجوده كلها وفاتحه ذراعينها اذا عندك شيء طلعه. فانا من ضمن عادليات اللي دائما يعني انا حريص دائما على الارتجال اكثر من الكتابه في عادليات، لاني مؤمن ايمان قطعي بان الارتجال يصل الى القلب. مقولة مو مقولة أخي، كلام قد سمعته من شخص يقول لا تصدق من يتحدث إليك بطلاقة في موقف شاعري، لا تصدق من يتحدث إليك بطلاقة وبكلام مرتب في موقف شاعري، صدق ذلك الشخص المرتبك. المرتبك أصدق في مثل هذه اللحظات. الله عليك. العبرة مش بطلاقة الكلام، إنما العبرة بالوصول. فأنا أقول من ضمن عادليات أتكلم عن الطموح، بس يعني أي تفاعل خلي نهاية هذا لأنه كلام طلع من القلب إلى القلب. قاعد ألمح من اليوم يعني. والكلام هذا يعني للأمانة إنه مرتجل في 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 في, في لحظة في اللحظة هذه. الطموح، من منا لا يملك الطموح؟ هذا الرجل طموح وهذا الرجل طموح. الفرق بين شخص وشخص هنا ذلك الشخص يملك الطموح ويحارب للوصول إليه، بينما ذلك الشخص يطمح لغرض الطموح فقط لا غير. منصبك اليوم هو نتاج عملك في السنوات والأشهر والأيام الماضية، ومنصبك في الغد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو نتاج عملك اليوم. من يملك الطموح يملك الشغف، ومن يملك الشغف يسعى لتحقيق الحلم، لأن من يملك الشغف هو الشخص الوحيد الذي يستطيع وبإمكانه أن يحلم ويصل إلى حلمه. كيف لك أن تحقق حلمك؟ حدد هدفك، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ طور من أدواتك التي تساعدك في الوصول لتحقيق هذا الهدف. والثالثة وأهمها كلها الصبر، ثم الصبر ثم الصبر. من يصبر سيصل ولو بعد حين. النجاح يأتي في لحظة، النجاح يأتي في لحظة، ولكنه نتاج عمل لسنوات طويلة جدا. هذه رسالتي فيما يخص الطموح. ختاما، إن كنت قد أثرت بك هذه الكلمات، إن كنت تعتقد أن هذه الكلمات أثرت بك، إن كنت تعتقد، خلي أجيبها بطريقة سجع، إن أثرت بك هذه الكلمات فادعوا لي بدعوة في ظهر غيب تنجيني بعد الممات. عادليات. والله العظيم، والله العظيم الكلام طالع من والله العظيم يا عادل ما شاء الله.